السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصدقائي في فيديو جديد بعد إعلان شاومي عن النوت 10 والنوت 10 برو. الشركة بتعلن رسميا عن النوت 10 اس، موبايل مختلف نسبيا عن النوت 10 في بعض المواصفات. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إيه هي إمكانيات الموبايل والسعر وهل يستحق إننا نشتريه ولا لا. شوفوا الفيديو للآخر، وأتمنى إنكم تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم الفيديوهات بشكل مستمر. يلا بينا ندخل في كل التفاصيل. هنتكلم عن بعض الخصائص اللي بيدعمها الموبايل وبعد كده ندخل على المواصفات الرئيسية. بوزن 178.8 جرام وبسمك 8.3 ملي متر مع تصميم رائع وأنيق. الموبايل مصنوع من البلاستيك، والنوت 10 اس بيدعم شريحتين اتصال 3G و4G، وكمان الموبايل بيدعم خاصية الـ NFC للدفع الذكي ونقل الملفات عن قرب، وكمان بيدعم خاصية الـ IR بلاستر أو التحكم في الأجهزة الكهربائية، وكمان الموبايل بيدعم خاصية الـ AutoG لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية، وبيدعم برضو الصوت الاستيريو، الصوت هيكون قوي ونقي، وبيدعم خاصية عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات، والموبايل برضو بيدعم بصمة الإصبع وبتكون موجودة على زر الباور، إضافة لدعمه لخاصية الفيس اللوك أو بصمة الوجه. ده بالنسبة للتصميم والخواص اللي بيدعمها الموبايل. نيجي للمواصفات الرئيسية. شاشة النوت 10 اس هي شاشة النوت 10، شاشة سوبر أموليد بحجم 6.43 بوصة وبجودة الفول اتش دي بلس مع وجود طبقة حماية من نوع الكورونينج جوريلا جلاس الجيل الثالث. شاشة قوية وممتازة لأنها من النوع الأقوى والأفضل السوبر أموليد، هتقدم أداء ممتاز في الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الموبايل عموما. أما مساحة تخزين النوت 10 اس الموبايل بثلاث نسخ مختلفة، النسخة الأولى رام 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت، أما النسخة الثانية رام 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، أما النسخة الثالثة والأخيرة رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، بالإضافة لدعم الموبايل لتركيب كارت ميموري علشان تقدر تزود المساحة لحد 512 جيجا. وطبعا كل نسخة هتكون بسعر مختلف، وإن شاء الله في آخر الفيديو هنتكلم عن السعر بالتفصيل. معالج النوت 10 اس معالج مختلف عن النوت 10، معالج من شركة ميديا تيك هيليو جي 95، تكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، ثمان النواة مع معالج رسومي مالي جي 76 MC4، هو نفس المعالج اللي موجود في موبايل الريلمي 7، معالج هيقدم أداء قوي سواء في الألعاب أو استخدام الموبايل عموما، خاصة إن الشاشة سوبر أموليد، شاشة قوية مع معالج قوي هيديك أداء أفضل للموبايل بكل تأكيد. أما كاميرات النوت 10 اس مختلفة نسبيا عن النوت 10، الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مختلفة عن الكاميرا الأساسية في النوت 10، الكاميرا الأساسية في النوت 10 بدقة 48 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وخاصة بالتصوير الواسع، أما الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وخاصة بالتصوير الماكرو أو التصوير عن قرب، أما الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل برضو ولكن خاصة بعمل العزل والبورتريه. الكاميرات بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K والفول HD والHD، بالإضافة لدعم الموبايل لأوضاع الـ HDR والبانوراما والوضع الليلي ووضع التجميل، وبتدعم التصوير السلو موشن أو التصوير البطيء، بالإضافة لوجود فلاش مزدوج من نوع الليد فلاش. أما الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل وهي نفس الكاميرا اللي موجودة في النوت 10. نظام تشغيل النوت 10 اس اندرويد 11 مع واجهة شاومي MIUI 12. شاومي بتحاول تحسن من الواجهة لان المستخدمين بيشتكوا من الواجهة تقيلة نوعا ما وفيها بعض الأخطاء، فالشركة بتسعى إنها تحسن الواجهة بشكل كبير علشان محدش يعاني من أداء الموبايل. أما البطارية عملاقة وقوية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع وقوي بقوة 33 واط مع وصلة من نوع الأحدث الطيب سي. الموبايل بثلاث ألوان بالأسود واللبني والأبيض مع تصميم رائع وأنيق وقمة في الشياكة. نيجي لأهم نقطة وهي سعر الموبايل. زي ما قلنا ثلاث نسخ وكل نسخة مختلفة في السعر. النسخة الأولى رام 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 230 دولار حوالي 3600 جنيه مصري، أما النسخة الثانية رام 6 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 250 دولار حوالي 4000 جنيه مصري، أما النسخة الثالثة والأخيرة رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بسعر
280 دولار حوالي 4400 جنيه مصري. دي بالنسبة للأسعار العالمية للموبايل أو أسعار الموبايل في الخارج، لأن الموبايل لسه مش هينزل مصر غير في نهاية شهر مايو الحالي أو بداية شهر يونيو. ده لو ما كانش للشركة رأي تاني، وإن شاء الله بأكد لحضراتكم إن الموبايل هيكون متواجد في السوق المصري مع نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر 6. بالسعر نكون انتهينا من مراجعة النوت 10 اس. أتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وما تنسوش كالعادة تدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لعدد أكبر من المشاهدين، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.